السلام عليكم، انا عبد الله حلق وعندي الابنه ديالي دعاء الطويل اللي هي دعت لي خرجت في الصباح للمدرسه ودعت لي في ظروف غامضه. انا بدي ما عرفت شي فين هي، كان ناشد خوتنا المغاربه اللي شافها ولا شاف عليها شي حاجه يتصل بيا الله يرحم الوالدين. خرجت في 8:30 على اساس تمشي للمدرسه، لا ما كاين حتى شي صداع، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي تخليها تخرج ولا تطيش ولا هذيك، ما كاين حتى شي صداع. دابا باش دعات لي دابا تقريبا يعني تكمل لي 48 ساعه. قدمنا الشكايه من الامن، وكنتمنى الامن زعما يخدم الخدمه ديالو ورجعنا الابنه ديالنا وفرحوا معاه. مشينا ابتداء من 8 الصباح نبداو كيفتحوا المحلات، وحنايا بمحل محل كاين اللي كيستجبنا وكيترحب بينا وكيفتحنا كاميرا وكنشوفوا بضع من الادله ديال العائله. كنشوف بنتي بان هي ماشيه الطريق الى المدرسه، وكي منهم ها اللي يقول لك ما خدامش، ها اللي يقول لك ما كاينش باترون. كل واحد، وحنايا بيدنا كنحترموا الدور اي واحد. انا اكتشفت بنتي اختفت مع جوج ديال العشيه ساعات خروج من دراسي، وقلت ربما تكون في دروس الدعم، حيت عندها الدروس ديال الدعم، قلت ربما وخليتها هيدا. بحق اكتشفت في 5 العشيه اكتشفت بان بنتي ضاعت. اول حاجه عملت اللي عملت مشيت للمدرسه على اساس نسقسي على بنتي ونشوف بنتي واش جاتني هنا ولا ما جاتني. خرجنا عندي الحارس قال لي وهي تخطفت وحده اخرى من هنا. في ديك النهار هذاك اللي جيت شي وحده قال لك المدرسه اللي مسقى فيها ابتدائي، ما تواصلتش معاهم، ما سمعت عليهم خبر. وفي نص النهار ومين مشيت نعمل ديكلاراسيون بالابنة ديالي، اجبرت بان الثانية بتخطفت عاود الثانية ديك الاروبية نفس النهار. لاحظت انا بنتي كانت مرتكبة وخوفانة، هو دا بواحد الطريقة عمري شفت بنتي كتمشي بديك الحالات. لاحظت شحال بنتي بحال اللي جاري موراها شي واحد. دابا ساعة كتشوف التليفون تخبى، بحال شي حاجه كتسناها، بحال اللي كتسناها وهي خوفانه من ديك الحاجه. كنتمنى خوتي كاملين يوقفوا معاه ان شاء الله. الله يحفظك. انا العم ديال دعاء الطويل، كنتمنوا من المغاربه يكونوا سمعوا هذا النداء هذا ديال الاب ديالها، والسلطات المحليه تكون سمعت الاب ديالها وصراعي في الظروف ديالو. وهذه عائله قصير بز قصير، ماشي شي وحده اللي هي 14 عام باش حنا نتسناو 48 ساعه. والله يجازيكم بخير، كنتمنى من الامن ينوض يتضامن معنا حتى هو. شفنا لي كاميرات اللي كاينين في الشوارع، راه حنا كنمشيو بيدنا. كاين الناس اللي كيعطيو لنا كيقول لك اسيدي ها انت اجي، وكاين الناس كيقول لك انا خصني الامر ديال الوكيل الملك، انا خصني، كنقول له يا محقك فهمت. ودابا كنتمنى من السلطات، وحنا تايقين في السلطات ديالنا ان شاء الله يقدروا حنا كنشوفوا بان كاين شي حاجه في الهاتف، يعني العائله كنشوفوها في مرتكبه بزاف في الهاتف ديالها. دابا ساعه كطلعوا فيه، دابا ساعه تبعنا الكاميرات كنشوفوا العائله ما ماشيهاش في الطريق الصحيح، يعني كتبغي تدخل المدرسة شوية وكترجع. دخلت واحد الحومة نيشان المدرسة ديالها عاود رجعت، وماشي يعني بحال نقول لك ماشية بواحد الديريكسيون ماشي ديالها هي من راسها، كاين واحد ماشي طريق المدرسة، يعني خلات اتجاه المدرسة. ملي فاتت شوية المدرسة صافي وصلت واحد 100 متر و 200 متر بعيد على المدرسة، صافي آخر بلاصة يعني صافي بعدت بزاف. يعني كنا كنقولوا دخل في هذه الزنقه تصفي في المدرسه، دابا دخل في هذه الزنقه يعني صافي. ملي قطعنا الياسيه ملي وصلت صندر التونسي راه بزاف، الزامخشاري مدرسه الزامخشاري الدار التونسي، يعني صافي ما بقاتش علاقه بالمدرسه. من الابحاث العائلات، ولا حيت العائله قاصر ما يمكنش شي واحد يشبر عنده من العائله، وما عاد يتصل شي بالتليفون يقول شي واحد من 20 عام يقدر يكذب عليهم ويقول لهم انا جيت نجلس معاك والعائله 14 عام، يعني تجينا عندي نقدر نعيط لباها في حين فهمتي. دابا كي تسمى يعني العائله مشات في واحد ماشي بالاراده ديالها فهمتي، كاين شي شخص اللي هو فهمتي متحكم فيها في الطريق. شي واحد عمل على عقلها،
يعني كانت حنايا اللي العائله طافيه التليفون، العائله 14 عام دابا طافيه التليفون، والمام ولا كانت تلفت ولا جاتها شي لاكريس طاحت ولا شي اكسيدون كنا غنجبروها. جميع المستشفيات جميع مشاو للسلطات فهمتي يعني علموا كل شيء. كنتمنى ان المغاربه يتضامنوا معنا ويشوفوا من الحال الاب ديالها بحالنا حنايا فهمتي، ويشوفوا والدعاء يدعوا معنا الا كاين الا كانت هذه البنت باقا في الحياه راه فهمتي يدعوا معنا الله يسرح الحاله. حيت انا مشيت للمدرسه سقسيت في المدرسه ديالها قال لك اسيدي العائله ما دخلتش الحصه ديالها، يعني ما جاتش ديك الحصه ديالها راه غيبت في ديك الحصه، والعائله العلم بان ما عمرها ما غيبت دائما كتمشي في الوقت ديالها المدرسه. ان شاء الله يكون خير. ونطلبوا على الله خير ونطلبوا المغاربه كاملين يضمنوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا الصديق ديال عبد الله الطويل اللي تم واش حالته غمض اختطاف ام شي حاجه اللي ما عارفينهاش حنا باقي حاليا. كنطالبوا من ولي الامن من رئيس منطقه بني مكاده يتداخلوا ويشوفوا الحال ديال هذه الطفله هذه اللي هي باقي حدث باقي عندها 16 عام. هذه الطفله هذه تقدر تكون 14 عام. هذه الطفله هذه تقدر تكون بنت شي واحد اخر. كان بينا خصنا نضامنوا، كان بينا خصنا نتعاونوا ونقفوا وقفه الراجل واحد حتى نجبروا هذا الطفل. حنا ما عارفينش فين هي هذه البنت هذه، هذه البنت فين هي؟ كيفاش البنت 48 ساعه من 8 الصباح البارح دابا ما كاينش، والاب ديالها دار شكايه وما كاين حتى شي استجابه. هذا الشيء هذا ما غير منطقي. كنتمنى من جميع المغاربه يضامنوا ويعاونوا الاب ديالها اللي فيه يكفيه، اللي فيه يكفيه، تشوفوا الحاله ديالو بارك عليه، يعني لا عينوا الاسره وتفتش هي الكاميرا تشوف المحالات، راه الشيء هذا راه البنت الله عمرها سلعه ظريفه، عمرنا شفنا عليها شي حاجه في الحي. كنعرفوها بنت هابطه عينو كتمشي المدرسه ديالها، يعني غنقولوا شهاده لله، عمرنا يعني شفنا عليها شي حاجه ملي غنقولوا شي حاجه، عليها احنا متضامنين معاه والحي كامل متضامن معاه. كنتمنى من المغاربه ومن طنجه وخصوصا كاملين بينا نعرفوا هذه الحاله فين هي، وكنتمنى من الامن يعمل الشغل ديالو، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، راه كنرغبوكم، راه الحاله الاب ديالها راه اللي فيه يكفي. كنتمنى كل شيء يتدخل باش نجبروا هذه الحاله هذه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني المواطنين، نحن اليوم أمام ظاهرة اختطاف ابنة حينا، لا يمكننا أن نقول اختطاف، وذلك يعني نحن أمام جريمة يعني تغرير بقصر، لا زالت تحت سن 16 سنة. نعم ابنة الحي ديالنا يعني كما سلف، لكن حسب ما يروج نحن أمام يعني ما سبق وأن ذكرته، صراحة يشهد لها بحسن الخلق والأدب، وما نطلبه من السلطات المختصة والمعنية أن تقوم النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق جاري وفوري من أجل يعني إيجاد هذه الفتاة المختطفة. وشكرا. آخر طلب اللي عندي مع خوتي يضمنوا معايا، الله يرحم الوالدين ولو يبدا عاود. أنا بنتي ما عنديش حتى شي شك فيها، زعما ماشي بنتي من قرايه الدار، مدرسه الدار مشاهده متفوقه في مدرسه في الدراسه ديالها، ما عنديش مع مشكل مره، عمري يعني كان عندي مع مشكل في الدراسه ولا في الدار. وصراحه الله الطفله متدينه ماشي زعما الطفله اللي اقول لها شي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.